المحاورة اليوم تم العرض ديال مقاطعة سيدي عثمان حول الإجراءات اللي اتخذتها المقاطعة في إطار هذه الظرفية ديال الجائحة والإجراءات اللي قامت بها الإدارية وكذلك التحسيسية. الحمد لله المقاطعة قامت بما يجب. الآن أنا عندي بعض الملاحظات بخصوص المديرة الجهوية. حقيقة الآن لأن واحد المجموعة ديال الشكايات كتجي ديال المواطن وكذلك التقارير ديال الإعلام كيتكلموا على المستشفى الميداني ديال الدار البيضاء وكذلك لي زوبيتو دي جوغ اللي كيهضروا عليهم الآن. بالنسبة للمستشفى الميداني ديال الدار البيضاء حقيقة دائما شخصيا أتساءل حول الدراسة اللي قامت بها. السيد الوالي مشكور قام بواحد الدور كبير وتم إقناع ثلاث مؤسسات منتخبة باش يساهموا في هذا المستشفى الميداني، ولكن المندوبة الجهوية ما عرفتش القيمة المضافة شنو دارت باش تقنع الأطر الطبية البينيفول ولا الخواص تقنعهم باش يشاركوا في النجاح ديال هذاك المشروع. لان الان كنسمعوا بانه التطبيب ما كاينش، كنسمعوا بان ما كاينش النظافه، كنسمعوا واحد المجموعه ديال الامور اللي تسيء للسمعه ديال الدار البيضاء. اذا انايا شخصيا كنطالب السيده المديره الجهويه باش تاخذ الاجراءات الضروريه باش تحفز الناس الاطباء باش يمشيو، وما كيعنيش بانه مشات دارت واحد لا كونفونسيون مع واحد ديال لاريه ديال الانعاش اللي كيعطيوها مثلا 40 كيعطيوها واحد في النهار، يعني كيجي واحد في 40 يوم، وهذا المرض التطور ديالو كيدعي بان واحد خصو يكون يواكب. هذه مساله اخرى هو مساله ديال لي ديسبونسير اللي عندنا في تراب مقاطعه سيدي عثمان. واحد المجموعه ديال لي ديسبونسير واقفين باقي ما تحلوش، وهذا كيعطي وكيدفع المواطنين بمقاطعة سيدي عثمان كيعانيوا بشكل كبير، لانه لا يعقل بان الساكنه ديال الهراوين يمشيو حتى للسالميه باش يديروا واحد التطبيب ديالهم، او لا من المريم يمشيو حتى للسالميه. يعني هذا الامر هذا كيسيء للصحه ديال المواطنين والكرامه ديالهم. انا ادعوها باش توقف على هذا الامر هذا ودير زياره، لان البي سي ار على مستوى مقاطعه سيدي على مستوى المستشفى الاقليمي البي سي ار في حقيقه هذا اكت ميديكال خصو يديرو واحد ديال الميديكال الطبيب او لا ممرض متخصص، ما يمكنش يديرو لي زاجون سيرفيس. هذا امر جد مهم. المساله الثانيه هو مساله ديال المستشفى اليومي او لوبيتال دي جوغ اللي دار مؤخرا. هذاك لوبيتال دي جوغ كيعطيو واحد الماده واحد الدواء سميتو الكلوروكين. هذاك الكلوروكين ماشي ساهل باش كيتعطى، وراه مجموعه ديال الدواء اللي كانت وقفات عندها ملاحظات عليه. يعني هذاك الكلوروكين ما يمكنش يتعطى الا من عن طريق طبيب. اذا نبغي نشير، لان انا ماشي كنتكلم على المستشفى ديال سيدي عثمان كأطور ديالو، ولكن هذا خصاص. نحن كنعرفوا وزارة الصحة الآن عندها خصاص بشكل كبير، إذا لابد من إيجاد حلول، لأنه ما يمكنش كلوروكين يعطي أن دونتيست، ما يمكنش يعطي. إذا لابد من السيدة المديرة، لأن هي اللي كنحمل المسؤولية في هذا الأمر هذا، لأن هي تدير قطاع الصحة على مستوى الدار البيضاء، جهة الدار البيضاء سطات. إذا لابد أن تديره كما يجب، وإيجاد حلول وتبحث على طرق ديال التحفيز ديال الاطباء ديال سواء المتطوع او للخواص باش توجد لنا هذه الحلول هذو الامر ديال هذاك. ولي ديسبونسير خصهم يتحلوا لانه تعطلوا بشكل كبير.